بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. يوم دي بل حلقتنا لا تبرنامج نهاية أصول التقاعيب عنا قلنا واصلتوا. بارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى لبل أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، يعني قل رب العالمين قلنا أمر بأسباب حدينا من قبل بينا لكون قلنا تفكر دي بمخلوقات دي بقوة دي بقدرة دي بسلطان نايو كفتمت ولا حكمتنا يا رب العالمين إلا كل انتبهنا من قبي ولبكرينا من قبي. لا شك إن شاء الله كمسل اللي مصنوع سانع حلق لنا أمر، وكمسل اللي مخلوق خالق حلق لكمسل يوهيك نأمن. عشان كده الله سبحانه وتعالى لنا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. قلنا نتفكر قلنا نتأمر لما ملكوتنا يا رب العالمين لكل اللي ملك ولا سماوات ولا أرض اللي بقلنا خلديبه من معنا هذا. لأن الله سبحانه وتعالى إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكرون. إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكرون. الله سبحانه وتعالى كم سأل لنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والله سبحانه وتعالى برضه لنا إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. الله سبحانه وتعالى لبل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الله سبحانه وتعالى لمخلوقات الله كل بمثل دبتقنا ولله المثل الأعلى بالسماوات وبالأرض وبالاختلاف اللوام عل لا الكهود متي وعد حكومتي ولا سفن لبواخر دي ببحر كفت قيس ومنفعتنا قدام كفت قبي. والله سبحانه وتعالى لما من لما يمنع عصر كوكري من سماء كفكري وحقول أرد كفالة حيا حقول حتى انت لابد بعلى أمر رمبوش بس قبل ساكت أول ما دلام متو ولا رحمة متو ولا ماي متو ما شاء الله لا سعر قنات ولا نباتات قنات ولا حرس قنات ولا أكل قنات إلا كله آيات من رب العالمين. وكمان إلا لا سحابة لعل تعستر لها الليل لقفع تعستر لها الله ولا قيم دي بعستر لها الله لقيماي نايا كرم كفوتو لقيماي حقاي كفوتو لقيماي كوت علمتو لقيماي كوت عداتو لقيم تكبدو مرافع وكوغيس با من أكان دي بكان كوغيس با. إلا كل آياتنا يا رب العالمين تا ولا دام من ضمن أسباب قل الإنسان معرفتنا يا رب العالمين وقربنا يا رب العالمين بنذر دي بإلا آيات إلا للرئي وإلا وحي إلا للرئي ويعني حقيقة عقل من بو ورب العالمين دي بخير من الهديو لأمن ويعني الأكد إن الله سبحانه وتعالى بلا مخرب وآتقنا عمرو نقدر لأنه لمصالحة الدام دي بلا الدنيا ودي بلا حياة كلها ودي بلا آخرة يعني بل دي بلا ندي نتفكر ولو ندي نكره دي بلي خلقتنا رب العالمين إلا كلا لا خلقها إلا سماوات وإلا أراضين وإلا بحار وإلا كلا إحنا لنتمتع بن وحتى لنفسنا إلا ضروري يعني بعلم قلنا مرة وبحكمة قلنا مرة وكفان تكهو كهو كهو من الزمت يعني لا لتا كانت مطي ولا عملتا كانت مطي لها كالها يتحلف بترتيب وبنظام ناي رب العالمين لقيسة إلا المخلوقات إلا منتك إلا ندى ومنتك إلا للسرف دي بنبر الله سبحانه وتعالى. هكذا رب العالمين اللي بلنا أفلا يتدبرون القرآن
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اللي قرآن يقول اللي بيكرر يبو يلدبور يلفهم يلهتم تعب سني يعني يلفهم سني يلفهم مقاب أمته من القرآن فلو بيكرر يبو فيل الدبرو فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من رب عد ما تمن قبي القرآن من إله بعد ما تمن قبي رب من ربك على ما تمن قبي اختلاف وحصل ديبو كلوت رب من قبو كلوت من هلو لا إلا وبيلا ولا إلا بيلا كمسال الأقدام للأختلف دي بعد الأشياء للأختلف بشر للأختلف أنا اللي حد لبل وأنا اللي حد لبل ولا هيك إن لبل ولا هيك إن لبل ولا السماوات ولا حستر ولا مخلوقات كم سألي ويستقيمات وكم سألي ويترتبت واختلاف وتركد بديبو مبرب بعسان عمان قبي لكن هتو مرتب منسق منظم تو من رب العالمين أكون هاي كله جيجا ألا بديبو نقص ألا بديبو زيادة ألا بديبو قليل حدي قليل حدي كيت ألا بديبو لا تتلكف ألا بديبو كله القرآن رب العالمين حفظيو ورب العالمين منوتو عشان كده قلط ألا بديبو واختلاف ألا بديبو الله سبحانه وتعالى بلانا يعني الإنسان لمؤمن سبحانه وتعالى يعني ربه العين يوم القيامة الله سبحانه وتعالى وفقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى يعني كم سلم الله سبحانه وتعالى ترى لك كم سر ربك ترى لك تعبد بك فإن لم تكن تراه فإنه يراك أنت ترى يوم يليك أن ربك ترى الله فأنت بيرك من قبي رب الرئين هلا رب الشيء تقريه ورب الرئين هلا ورب سدير أنت بيرك إخلاص وإطمئنان بنية صافية لا تودي سرعد الله سبحانه وتعالى دي بالدنيا لعوتك ودي بالآخرة لأنه بنقول لك أنا النبي صلى الله عليه وسلم وكمان النبي صلى الله عليه وسلم لنا يعني لدين لنا هنا وأمرنا وحنا ولدين لنا هنا لحكمة ولا مصالحنا يا خلق ولا لما فازت تلو وركيا من هنا وديننا ديننا يتأملتو وديننا دين دين واضح مبينتو من كتاب رب العالمين ومن سنتنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهتو ديننا يحقتو شك ألا بديبو ولا مصالحنا الدنيا أمبل هو ذاته يتأستقيم ويتقبي ويتنبر ويتحفز عشان كده إسلام يعني الإسلام دائما هتوت لا 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 قدام للقياس دي بندي يكون قدام الإسلام با قدام القياس نبا مسلمين القياسني يعني المسلمين يعني إذا فرطوا من قبي وآكوا من قبي معناها دي بدين اللي يعني أور أورو سنة مثلا ليل السلة أور أورو سنة مثلا ليل رب لي فري أو أور زلمة من قبي أور قدام من قبي مسلمين إسلام كنتوا نبي الكا إسلام اللي قلت هذا ألبكاني لكن الإنسان الإسلام ما ممكن معصية تودق منه غلط تودق منه لترسع شيطان قلبه أصدقاء سني جهل جيران كل شيء ممكن مدته لكن في النهاية لقلقته لتحمل أن يكون لدينا يتحملونه لقلقته بنايوته طيب الإنسان بيننا بمين تدير كميلهم قبل كم سنة قالوا وضحته ومن تنبي كبيلهم قلنا نبحته ومن تربي كبيلهم قبل بلد رباني ورب جميع العالمين قلني بلتو أدي محاذير اللي محاذير الإنسان قل الجنة بابو ولا محاذير إلا يعني الإنسان كما قال بيننا لا أخطاء منا مسلمين لا تودق ومنا قدام لا تقبي ومنا قدام لا تفقر لا قدام لا 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 ودق ديبا ولا قدام لا وديا يعني دي بدين بتحسب ألباني دين إنها تقول دي بقى ألبان دين لحمقنا من هلا دي بقى قدام هلا ولا تأكل من هلا دي بقى قدام هلا والعقب من هلا دي بقى قدام هلا إن دي يكون لدين لنا هنا دين كامل شامل نظيف قالت يقبل إسلام صالحته وبعمل صالح الأمر وبعمل صالح يعني وجه ومن عمل أكوي منون هاي ودي ومننا مكرهات كائن ومننا أكيد كائن من أخطاء ربو فرها للبلدو
والنبي صلى الله عليه وسلم كمان يعني بدراستنا حياتنا النبي صلى الله عليه وسلم كو رب العالمين كو النبي امرنا بيرنا من قبل بدراستنا سيرتنا ودراستنا حياتنا وعبادته واخلاقه ودعوته وجهاده في سبيل الله جوانبنا كمان من حياته كفعلت لصلاة لنا يكفى على ولا سلامنا يكفى على كفى نبر على بيته كفى على مثل أنس كفرت عمر على مثل أولاده مثل جواريه حتى مثل أبايه يعني النبي صلى الله عليه وسلم دي بشدة من قبي ودي برخاء من قبي حياته كل العلت لسيرة أمت أتى إلا قلنا أمرا وقلنا قرأ وقلنا نسأل منا برضو وجبنا ومن إلا نهيني النبي صلى الله عليه وسلم نأمره ورب العالمين كمان يعني زكريو بسميته محمد زكريو وبرسول زكريو وقدم الله شرحنا عندي حتى حلقات لحرفة يا بدير ومن ربك أنبأ أرنديبا والذي خلقك وأمدك وأعدك ورزقك رب العالمين توتلى خلقيك وتوتلى مدد له بيك وتوتلى جهازيك وتوتلى هيئك وتوتلى رزقك بسم الله. طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.